صراحة المرأة الفلسطينية بالشكل بنهر البارد أو بأي مخيم بمخيمات لبنان كانت أول شيء تشتغل على القضية، هي قضية الفلسطينية بشكل عام. هلأ صار في خصوصية يمكن مخيم نهر البارد، صارت المرأة غير أنه قضية الفلسطينية وقضية اللي هي دايما هي قضيتنا الأولى، صارت تشتغل على شيء تطوير اجتماعي وتطوير المادي مع زوجها. يعني كانت المرأة تشتغل نشيطة، ما كان هم الوحيد هو كيف بدي أرفع من مستوى عائلتي اجتماعيا واقتصاديا وحتى نفسيا. يعني أوقات إنه كانت طبعا الظروف المادية بتلعب دور سلبا على الوضع النفسي للعائلة بشكل عام. القيود اللي كانت مفروضة على المرأة بشكل عام إنه مثل أي مخيم، يعني في عادات في تقاليد في كمان اللي بتحصر المرأة بمجال انه مثلا تتعلم برا، تساعد مثلا انه حابة تطلع مثلا بريت المخيم بجامعة بيروت او باي مكان تاني. يمكن الشاب كان يعطوه حرية اكتر انه يروح ويجي، بس المرأة كان في بعادات وتقاليد انه كانت شوي محصورة بهذا المجال. يعني بالاضافة كمان لانه كان العمل، يعني العمل انه اوكي اشتغلي ضمن المخيم بس بريته صعب، او مثلا عندك وقت معين بدك تفوتي على الممنوع بتبقي بعدين المغرب، يعني انه خلص هون ستوب. المرأة اللي كانت تلعب الدور بصراحه تغير بعد الازمه، صار في لها اهتمامات اكثر، اهتمام او تغيرت اهتماماتها مش كليه، طب جزء من اهتماماتها تغير بعد ازمه البارد. وبصراحه لعب الدور فعال بصراحه بازمه البارد، وللاسف ما كان محضر له، يعني كان كله فجأة بفجأة، والأمور اللي كانت صارت ما كان حدا متوقع 1% أنه يصير هيك أبدا، أنه فجأة صار علينا حرب، فجأة صار هيك، فجأة من أساس يوم يومين حصار ومضنط أنه بتخلص القصة. بس اللي صار أنه طوت وكان الأهداف سياسية إلى أبعادها بتدمير المخيم. هلأ بعد الأزمة بصراحة المرأة هي اللي لعبت دور فعال جدا جدا برجعة الناس، بالإضافة لأشياء كتير، يعني بعدة مواقف لما كان يفتتحوا منطقة ما منطقة أي منطقة من المخيم كانت النساء كثير، يعني نساء أكثر من عنصر الرجال كان بهذا الوقت. أحد النساء أنه كان يتعاملوا بصراحة الجيش بطريقة سيئة جدا جدا مهانية، يعني للمرأة وللرجال. تصدت هون المرأة، يعني وقفتهم عند حدهم، قالت له أنتوا أوكي نحن على عين وراسي أنتوا نحترمكم، بس بنفس الوقت نحن إنا كرامتنا وإنا إن حقنا ندافع عن بيوتنا، عن أهلينا، عن أولادنا. فكان صد كتير من النساء. كان أحد الأشخاص من عادي يدفش بالنساء، وغير إنه يطلع كلمات كتير سيئة إهانة. المرأة ما تحملت، في بعض النساء ما تحملوا بصراحة، صار في عراك بيناتهم، وكانت صاروا يفتشوا مين هاي ومين هيك ومين هيك، يعني لأنه هرفوا. فتقولون أنا لا خص أخوي ولا خص أبوي ولا خص هذي، أنا اللي بدي أدافع وأنا اللي واقف وأنا اللي بدي أصد بهذا المجال. ولما كانت تحاول الرجال يتراجعوا أنه لا خلاص بكرة بنرجع نشوف البيت وبنرجع بعدين كمان شوي قالت له لا أنا بدي أضلني، بدك تروح روح. يعني بطريقة يعني فعلا بصراحة لعبت دور كتير فعال بهذا الموضوع. هلأ اللي صار هو أنه قبل الأزمة يمكن ما كانت تقدر تقول لزوجها أنه بدك تروح روح أنا أو أنا بترك البيت وبروح عند أهلي إذا صار في عنف، ما يعني عنف جسدي أو عنف لفظي أو عنف. يعني فبعد الأزمة قالت له بدك تروح يعني ما بقى في شيء أخسره، أنا أولادي معي. أنا تعرضت لأشياء كتير، انهنى بصراحة، يعني المرة انهنت على الحواجز او على اكثر شيء عندهم نقول على الحواجز كان اهانه. فمثل ما عاد شيء هم خلص هذا البيت بدك تروح انت روح، ما عاد تفرق معي، انا عايشه فيك عايشه وبلك عايشه. يعني هون اللي كانت القضيه. بالاضافه يعني كانت المؤسسات اللي تساهم بهذا الشيء انه بتساعد المراه، يعني انه اوكي انه الزلمه مثلا كان هو بدنا نقول مصدر الرزق، كانت شوي انه صار في رزق، صارت هي تسعى انا شو بدي احسن وضعي. في النساء بحياتهم ما اشتغلوا وبوقت الأزمة اشتغلوا، في منهم فتحوا فرن يشتغلوا مناقيش والقصص هاي كلها، في منهم فتحوا دكاني، في منهم فتحوا بسطة قدام لحتى يعيشوا عيلتهم، مع أنه الزلمة ترك ومشي بس هي لا ضلت صامدة، يعني صامدة أنه صامدة بوجه كل اللي صار.
وجه انه كيف الظروف الماديه والاجتماعيه كيف بدها شو تحسن وضلت تساهمي بهذا الموضوع. يمكن انا بقول لك تغيرت شوي اتجاهات انه ما عادت هم انه مثلا القضيه او ضلت القضيه مهم القضيه الفلسطينيه شغليتها، بس صار اهم انه ارجع على بيتي انا، انا اللي تركته قصرا، مش انا بكيف طلعت قصرا طلعت عنه، لا بدي ارجع له، بدي صار في عنده تحدي للمجتمع كله بشكل عام يعني، وللعالم كله انه احنا عايشين وبدنا نبقى. هلا بعد الأزمة اختلفت الأولويات عند المرأة، أول شيء كان أولويات رفع المستوى الاجتماعي والمادي والتعليم واحتياجات الأولاد وكل شيء تلبية. هلا الأولويات صارت البيت، السكن. لما يكون البيت مرأة كانت عايشة ببيت غرفتها الخاصة، أولادها لهم غرفتهم الخاصة، مكان للمطبخ، مكان للحمام. بعد الأزمة صارت تعيش بغرفة أو صندوق حديد هي وزوجها وثلاث أولاد معها، وأوقات يكون أمه للزوج معهم، فهذا إجباري بده يعمل ضغط نفسي، شيء مش طبيعي للمرأة. بعد الأزمة بصراحة صار في تقارب فكري أو تفاهم ده نسميه بين الزلمة والمرأة، لأنه يمكن الزلمة قبل ما كان يستوعب شيء اسمه صحة نفسية أو شيء مرأة مضغوطة، هاي ما كان يفهمها إنه هذا خلص عمل المرأة بدها تكون راضي فيه. بس بعد الأزمة لا، كان صار في نوع من إنه يحس فيها إنه أنت أوكي أنت مأزمة، خلينا أخذك عند الحكيم. صار يتقبل إنه لو راحت مرته، في بعض الحالات كان هو الزلمة يتحايل على مرته ياخذها على العيادة إنه شوف وضعها. قبل الأزمة ما كان بصراحة يعني خلص المرأة هي بدها تتحمل شو ما كان، بدها تتحمل، ممنوع تقول لخ، ممنوع تقول لا. بس الأزمة لا خلت تقول للمرأة لا وحقي. المفروض ما بدنا نستنى أزمة أو كارثة أعلى مخيم من المخيمات لحتى يصير هالتقارب أو يصير أو نوعة. مفروض نوعة قبل الأزمة، إنه يستنوا الكارثة لحتى تقع لنوع الناس، لا بالعكس، أوعوا قضايا، أوعوا حقوقنا. مشكلتنا نحن بالحقوق إنه ما بعرف شو حقي، هاي الكارثة عنا، ما بعرف حقي لحتى أقدر أدافع عنه أو شو الواجب علي. هاي القصص هاي اللي بتنقصنا فعليا بمجتمعاتنا، إنه نعرف حقي والواجب اللي علي، شو حقي بياخده. أنا بتنازل عنه حرة، بس أنا بدي أخذ حقي.